رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، وجعل هذه الدار دار عمل ولا جزاء، وجعل بعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل، وجعل الإنسان ممتحنا في هذه الدار بالتكاليف وبالشهوات، وجعله بين صنفين من أنواع الخلائق، صنف أسمى منهم هو الملائكة الكرام، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كلفهم بالتكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات، وقد نجحوا في الامتحان جميعا. والقسم الأدنى منه الحيوان البهيمي، لم يكلفه الله بالتكاليف ولكنه امتحنه بالشهوات، فمن سلك طريق الحق فأدى التكاليف ولم يتبع الشهوات من البشر كان مع الملائكة الكرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. ومن ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منزلة من البهائم، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالشرع والعقل أعظم من الحجة القائمة على الحيوان. ولهذا قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقد امتحن الله الناس على هذا الطريق فجعلهم أقساما كثيرة فيه، فمنهم من لا يرفع به رأسا ولا يهديه الله إلى محجة الحق ويصرفه عنها قبل تصورها وإدراكها، وهؤلاء هم المحجوبون في الدنيا والآخرة، محجوبون عن الله جل جلاله في الدنيا لأنهم لم يسلكوا طريقه، وهم محجوبون عنه كذلك في الآخرة كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لم يرد الله بهم الخير فقذرتهم نفس الرحمن فكانوا مثل البهائم. لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم الأمر العظيم، ولا يعلم أنه مكلف، ولا يعلم مهمته في هذه الأرض، فيظن أنه جاء إلى الأرض من أجل أن يعيش، ولا يفرق بين حلال وحرام، ولا بين مأمور به ومنهي عنه، فحياته كلها ضرر عليه. كلما ازداد في عمره يوما أو ساعة أو دقيقة كانت ترة عليه بين يدي الله وحجة قائمة عليه. ودون هؤلاء آخرون عرفوا طريق الحق ولكنهم لم يسلكوه فلم يهدوا إليه عائذا بالله. ودون أولئك آخرون عرفوا طريق الحق وهدوا إليه ولكنهم لم يثبتوا عليه. فأمامهم الفتن التي يمتحن بها السالكون لطريق الحق، فلذلك يقعون عن الطريق. وقد بين الله حال المنافقين في العهد النبوي، فذكر أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفوق كل ذلك، الذين هدوا إلى طريق الحق فأرادوه وسلكوه ثم وفقهم الله للاستقامة عليه حتى ماتوا وهم يسيرون على طريق الحق، وأولئك الذين اجتباهم الله واصطفاهم من خلقه. ولن ينجو هؤلاء من الفتن فقد تعهد الله بها للسالكين لطريق الحق، فقد قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك لا بد أن يفتنوا على الطريق وأن يمتحنوا عليه. وهذا الطريق الذي هو الصراط الدنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي في الواقع. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوا، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. والسالكون لطريق الحق كذلك اليوم يسيرون على هذا الصراط السوي، ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك، ولكنهم يمتحنون ويبتلون عليه. وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بلاحب أي طريق معبد بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فبنيات الطريق هي الأبواب المفتحة وعليها ستور، وهي وازع الإيمان الذي يزع الناس عن الدخول فيها. وطريق الحق أبلج بين ذلك، فداعي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. لكن من لم ينتبه للفتن لا بد أن يلج بعض تلك الأبواب، وحينئذ سيفتن بإحدى طريقتين: إما للميل ذات اليمين عن سبيل الحق، وهذا هو التشدد والتطرف، وإما بالتساهل والتنازل والميوعة عن طريق الحق، وهذا هو الميل ذات الشمال. وكلا الطائفتين قد ضلوا عن سواء السبيل، فإن سواء السبيل لا شطط فيه ولا غلو، وليس فيه أيضا تنازل ولا ميوعة ولا خروج من ربقة التكليف. ولذلك لا إفراط ولا تفريط في شرع الله، ولا وكس ولا شطط فيه. فالسائر عليه على بينة من ربه، وهو يعلم أن هذا الطريق سلكه من هو خير منه، وأنهم قد أصيبوا وابتلوا عليه فصبروا، وهو يسلك آثارهم وينتظر ما ينتظرون. فإذا أصابته نكبة من النكبات على الطريق علم أنها أصابت من هو خير منه، ولذلك هو سائر على هذا الطريق ويعلم أن تلك النكبات من الفتن، وأنها يصرف الله بها الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، فينصرفون فتزل قدم بعد ثبوتها ويتركون الطريق وراء ظهورهم، والله غني عنهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله مهمته إعلاء كلمة الله والدلالة على سبيله ودعوة الناس إلى طريقه ونصرة هذا الدين، وحزب الشيطان مهمته تحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله، فقد أقسم على ذلك بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد بين الله أن يمينه صدقت على أكثر الناس، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولذلك يبقى الصراع أبديا مستمرا بين هذين الحزبين إلى قيام الساعة، فهو سنة من السنن التي أجرى الله عليها الكون، كما قال الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذا الدفاع هو بين هذين الحزبين. فحزب الشيطان يريد خرق السفينة وإغراق أهلها وإفساد ما فيها، لأنهم إذا عصوا الله فحل عليهم سخطه، لا ينجيهم أحد، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولذلك هم يحاولون خرق السفينة بكل ما أوتوا، فمنهم من يضرب فيها بالمعاول، ومنهم من ينحت فيها بأنواع النحت، ومنهم من يكسر فيها وهم ساعون لإغراقها بأهلها. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للسائرين على هذا الطريق بركاب السفينة، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نولي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولذلك فإن الساعين لخرق هذه السفينة يريدون غرقها بأهلها، إذا توصلوا إلى ذلك بأي وقت من الأوقات فلن ينجو أحد، لأن الجميع يركبون في السفينة سواء من كان في أعلاها ومن كان في أسفلها، وإذا غرقت هلك الجميع. وقد جعل الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق نكبات هي التي تسمى بالفتنة، والفتنة في أصل تعريفها تطلق على الامتحان، فقد قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم معناه نمتحنكم بالشر والخير من أقدار الله، فقد أمر الله منه خير ومنه شر. نبلوكم بالشر والخير فتنة أي ابتلاء وامتحانا وإلينا ترجعون. وتطلق الفتنة كذلك على إذابة الذهب لإخراج ما فيه من الغش وإزالة ما فيه مما ليس منه، فكذلك يفتن أهل الحق حتى يتساقط عنهم المبطلون ويبقى المخلصون الصادقون يسيرون على الطريق ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ويتساقط أولئك عن سبيل الحق. وتطلق الفتنة كذلك على الردة عن الإسلام كما قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فالفتنة المقصود بها الردة عن الإسلام فهي أكبر من القتل وهي أشد من القتل كذلك. والفتن التي يبتلى بها الناس على طريق الحق أنواع، منها فتن خصوصية ومنها فتن عامة. فالفتن الخصوصية فتنة الإنسان بولده وأهله وماله، فما يصيبه من الخير وما يصيبه من الشر بذاته فتنة له على طريق الحق. فما ينعم الله به على عباده من أنواع النعم كلها ابتلاء وامتحان، هل يؤدي الإنسان حقها وهل يشكر نعمة الله فيها وهل يتذكر أن الله ميزه بها وخصه بها عمن سواه، هل يؤدي الحق الذي فيها لله. وكذلك ما ابتلاه به من أنواع الأقدار وصروف الزمان والشرور فإنها أيضا ابتلاء وامتحان، هل يلجأ إلى الله وحده أو يبحث عن الشركاء من دونه، هل يستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء ويكون متصلا به في كل أوقاته متوكلا عليه فهو حسبنا ونعم الوكيل، أو يكون من الذين يستنكرون قدر الله سبحانه وتعالى ويتسخطون القدر وهم يعلمون أنه نافذ وأنه لا يضره تسخط من تسخطه، فقد ربعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. فهذه الفتنة الشخصية للإنسان، وكل إنسان منا كل يوم تطلع فيه الشمس تعلم له هذه الفتن الشخصية في أهله وفي ماله وفي جيرانه وفي بدنه، تعرض له الفتن الشخصية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تعرض عليها على الفتن كعواد الحصيد عود الحلة، حتى تكون على قلبين: قلب أبيض صافٍ لا تخالطه الفتن ولا تماسكه، والقلب الثاني قلب أسود عائدا لله يكون كالفوز مجخيا لا يجنو للفتنة أي كان. والفتن العامة، والفتن العامة التي تكون برية لأهل الأرض فيبتلون بها أو للسالكين على سالكين طريق الحق وحدهم، هذه أقسام كذلك، فمنها فتنة الخوف، ومنها فتنة نقص الثقة، ومنها فتنة أعداء الله. فالخوف أقسام، فمنه الخوف من أعداء الله وما يملكونه من وسائل الإرهاب، فإن الله يبتلي السالكين لطريق الحق والسائرين عليه بعقبات وعراقيل يصرف بها الذين لا يقتضي خدمته للدين كما تعهد بذلك في كتابه، فقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فأولئك تنكبهم النكبات فتصفهم وتصدهم على أعقابهم عن طريق الحق فلا يمكن أن يواصلوا السير على هذا الطريق بل يصرفون عنه يؤفك عنه من أفك. ولذلك من هذه النكبات والعراقيل والفتن التي هي على طريق الحق نكبة الخوف وهو أنواع فمنه الخوف من أعداء الله وما يملكونه من وسائل الإرهاب فإن الله سبحانه وتعالى جعله فتنة للسالكين لطريقه فإذا خافوهم وآذروهم على أمر الله وخافوهم أكثر مما يخافون الله فإنهم لم ينجحوا حينئذ في الامتحان وكان ذلك منية. وهذا معنى استعاذة موسى عليه السلام وأصحابه من فتنة الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين بحيث تضرنا فتنتهم وضغوطهم والخوف منهم حتى نتراجع عن دينك وأمرك. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. والخوف من أعداء الله وما يمتلكونه من وسائل الإرهاب ومن عمل الشيطان كما قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يقول للإنسان احذر فإن هؤلاء سيضعونك في الجب ويضعونك في السجن وسيأخذون مالك وسيعظمون بدنك وسيؤثرون عليك ليترك أمر الله ويساق وراء أوامر المخلوقين الذين رفضوا حكم الله وأعرضوا عنه. فلذلك بين الله أن هذا الخوف وهمي لا أساس له إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا عرض لك هذا النوع من الفتنة فخوفك الشيطان من أعداء الله تذكر أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. تذكر أن ديار السماوات والأرض هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. تذكر أنه هو الذي القلوب كلها بين إصبعين من أصابعه والأرواح كلها بيده سبحانه وتعالى. فلذلك هو الذي يستحق أن يخاف وهو الذي يستحق أن يرجى وما سواه لا يملك لنفسه شيئا فكيف يرجوه غيره أو يخافه. الذين يخوفهم الشيطان ويجعلك تخافه من دون الله تذكر أن أحدا منهم لو جاء موعده مع ملك الموت لقبض روحه لا يستطيع أن يتأخر وأن أي أحد منهم إذا سلط الله عليه جرثومة قليلة صغيرة في رئته أو في دمه أو في كبده لا يستطيع رفضها وأنه لو منعه الله الجول لما استطاع أن يبول ولو منعه شرب الماء لما استطاع أن يبعد. فلذلك لا يستحقون أن يخاف منهم بل لا بد أن تدرك عند الضغوط عليك والتهديد والمواجهة بأي شيء ملك الله جل جلاله وتدبيره للكون وتصرفه فيه وأنه هو وحده الذي يستحق أن يخشى ويستحق أن يخاف وأن تدبير الأمر كله إنما هو بين الكاف والنون في أمره إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس فقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والنوع الثاني من أنواع الخوف هو الخوف على المصالح، فكثير من الناس له المصالح حاصلة أو مرجوة، واقعة أو متوقعة، فهم يخافون عليها فيظنون أن الحكام أو أن الملوك أو أن الولي القدر عندهم في نظرهم باعتبار أهل الدنيا يستطيعون أن يمنعوه من نعمة الله عليه، فيرون أن ما هم فيه سواء كانت تجارة أو مالا أو وظيفة أو نعمة أي كانت يستطيع هؤلاء سلبها وأخذها، وينسون أنهم يقولون في الصلاة: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع يدك منك الجد. ويسمع قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بظلم فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بظلم فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويسمع قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ويسأل قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلذلك لا يستطيع أن يرسل إليك نفعا إلا الله جل جلاله وحده، ولا يستطيع أن يدفع عنك ضرا إلا الله جل جلاله وحده. وإخلاصك في التوحيد لله وإقرارك بالعبودية له مقتضي أن لا تخاف إلا منه وأن لا ترجو إلا إياه وأن تعلم أن غيره لا يستطيع لك ذلك. ومن هنا يكون تعلقك بالله وحده فهو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، الذي ترهبه وتخافه تصور أنه الآن يمكن أن يكون قد دعي إلى أجله فاستجاب أو ما، تصور أنه قد يكون الآن قد حين بينه وبين النوم والراحة أو حين بينه وبين الموت أو منع أي شيء من أموره بحيث لا يستطيع التصرف به. أرسل بكرى ملك الفرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين جزين عظيمين من رجال الفرس وأمرهما أن يأتيا به، فإن امتنع فليذبحاهم وليسلخاه وليملأ جلده من التجبن وليأتيا به. فلما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهما فقال: أرسلكما كسرى إبراهيم؟ قال: نعم. قال: قتله ابنه البارحة، هذا الذي تعبتما من أجل تفريغ أمره وقطعتما المسافة الشاسعة وأتعبتما نفسيكما من أجل الوصول إلى هدفه قتله ابنه البارحة فأتعجل إلى النار ولم يعد له هم ولا نهي في هذه النار. فمن كان كذلك يمكن أن يتخلص منه في أي لحظة، يمكن أن يأتيه ملك الموت فيقبض روحه لا يخاف منه، لكن الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الذي يستحق أن يقام. وقد أخرج مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من قبل، سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الخوف الخوف من التشويه، فكثير من الناس يمنعهم من نصرة الله ورسوله ومن السعي لإعلاء كلمة الله أنهم يخافون من التشويه، أن يوصفوا بالأوصاف المقززة وأن يلقبوا بالألقاب المفزعة وأن يصنفوا بالتصانيف المفرقة، فهم يخافون أن يقال هؤلاء إرهابيون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء أصوليون، هؤلاء من الجهة الفلانية إلى آخره.
لكن هذا التصريف إنما هو من التشويه الذي لا يضر شيئا. فلذلك لا بد أن نعلم أن هذا التصريف تشويها والتصريف لا يضر. فكل ما تكتبه الأقلام وتنطق به الألسنة على هذه الأرض إذا لم يكن له مصداقية في السماء لا اعتبار له. فالمدح إذا مدحك الناس جميعاً بألسنتهم وكتبوا وضحكوا وقالوا القصائد ودبجوا الخطب وكان ذلك غير صحيح من السماء ما فائدته؟ إذا ذموك بكل أنواع الذم وهجوك بكل أنواع الهجاء في الأرض لكن لم يكن لذلك مصداقية في السماء بماذا يضرك ذلك الهجاء؟ نحن الآن نحفظ كثيراً من الأشعار التي مدح بها قوم ماتوا على الشرك. نحفظ مثلاً شعر زهير بن أبي سلمى بهرب بسنان ونحفظ شعر زهير بن أبي سلمى كذلك في حصر بن حذيفة بن بدر الفزاري. لكن هذا المدح الجميل الذي يجعل الإنسان كأنه معصوم نجد له مصداقية في السماء فلا فائدة له. وكذلك الذم الذي يهجى به كثير من الناس وليس له مصداقية في السماء لا ضرر فيه. فالرب جل جلاله هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال. ومع ذلك قالت اليهود ولد الله ابن ولد قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. قالت النصارى ثابت ذرارا تعالى الله عما يقولون وزعموا له صاحبه وولدا. قالت اليهود ان الله فقير ونحن اغنياء تعالى الله عما يقولون. هل ضر الرب هذا التشبيه شيء؟ لم يضره. فانتم جميعا تشهدون انه واحد صمد فرد غني حميد لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو احد وانه هو الغني الحميد وانه يبسط يده بالعطاء الدهر كله ويداه سحاء لا تغيضان. وتشهدون كذلك انه لا صاحب له ولا ولد وان النصارى كاذبون فيما قال. فهذا التشبيه لن يضر الله شيئا. رسل الله كثيرة الله من خلقه اصطفاهم واجتباهم واصطنعهم على عينه وبشرهم وشرفهم وهداهم. ما منهم احد الا قيل فيه كذاب كاهن شاعر طالب سلطه اتواصوا به منهم قوم طاغوت. هل ضرهم هذا التشبيه شيئا؟ لم يضرهم ولن يضرهم. وانت ايها السالف من طريق الانبياء والرسل إذا أصابت نفسك من هذه الكلمات شيء من هذا التشريف فقل أصابت من هو خير مني. فلذلك هي الكلمات المباركة أصابت من هو خير منا. لو أن في هذا الجدار مسمارا قد جرح نوحا فدخل في جسمه وجرح إبراهيم فدخل في جسمه وجرح موسى فدخل في جسمه وجرح عيسى فدخل في جسمه وجرح محمد صلى الله عليه وسلم فدخل في جسمه، هل يعلم أحد منكم أن يجرحه ويدخل في جسمه؟ بل يكون مباركا تقتتلون عليه للوصول اليه حتى يدخل في اجسامكم لانه نكبه مباركه اصابت من هو خير منكم. والنكبات على الطريق لا بد ان تتذكر يا اخي انك حلقه من سلسله طويله فيها نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على اثارهم من المخلصين. فكل نكبه اصابت حلقه من الحلقات فستصيب كل الحلقات. فلذلك مرحبا بالنكبات على طريق الحق. وكل ما اصاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاوجهنا فداء لقدمه ولنعله ولاصحابه ولتابعيه باحسان. فلذلك لا بد ان نتذكر ان هذه النكبات مباركه اصابت هو خير منها. كذلك الخوف الاخر هو الخوف من التكاليف. فكثير من الناس يظنون انهم اذا تحملوا اعداء هذا الدين وهذه الدعوه ونصروا الله ورسوله سيتحملون اعداء وينفقون اموالا واوقاتا وجهدا وستضيع جهودهم كما يخجل لهم الشيطان. لكن الواقع انك يا اخي بينك وبين الله بيعه هي في عنقك لا تستطيع التخلص منها وعليها الشهود وهي مثبته في الكتب المنزله. هذه البيعه تشمل نفسك ومالك
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلذلك لابد أن تعلم أن هذه البيعة تشمل نفسك ومالك. والعاقل الكريم إذا تحمل دينا فلا يمكن أن يمضي عليه سنة وسنتان وثلاث وأربع وعشر لم يفكر في سداد هذا الدين ولا قضائه. هل تعتبرونه صاحب ذمة سليمة؟ فأنت يا أخي عليك دين في ذمتك لربك جل جلاله، وهذا الدين ناشئ عن عقد وهو بيعة مؤكدة أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، فلا بد أن تحرص على الوفاء بها ولا تستطيع الوفاء بكلها، بل إذا وجدت الوفاء ببعضها فقد نجحت في الامتحان. ولذلك لا بد أن تدرك جميعا أن الذين إذا رأوا من أصابت ركبة في سبيل الحق تشفوا وأظهروا الشماتة وقالوا هذا لأنه دخل في فتنة، هذه ليست هي الفتنة، لم يفهموا الفتنة. الفتنة هي ما فعلوه وما وقعوا فيه كما قال الله للمنافقين ألا بالفتنة سبقوا. فأولئك هم الذين سبقوا الفتنة حين تركوا أمر الله وخافوا مسكينا فقيرا لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وآثروا رضاه على رضوان دجال السماوات والأرض جل جلاله. فأنت إذا رضي الله عنك والله لا يضرك ما فاتك ولو سقط عليك كل الخلاء، وإذا سقط الله عليك فوالله لا ينفعك شيء مما أدركت ولو رضي عنك كل الخلاء. لذلك لا بد أن نكون جميعا مدركين لحقيقة هذه العلاقة بالله التي تقتضي التخلص من الأغيار والتحرر من كل الضرور وقصد وجه الله الكريم حقا وصدقا. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن الفتن الأخرى منها مثلا نقص الثقة، فكثير من الناس فتنوا بنقص الثقة بأنفسهم، يقول أحدهم ويقول له شيطانه أنا شاب ضعيف فقير وأجسادي أكثر من أنفاتي، لدي دراسة ولدي تحصيل مستقبل فلا أستطيع أن أقدم شيئا لله ولا أن أرفع لواء الدين. والجواب أن هذا غلط في التصور، فأنت يا أخي لم تكلف إلا بما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف نفسا إلا وسعها، فلم يكلف الله إلا بما تطيق. ولذلك لا بد أن تبذل ما تطيق وأن تعلم أن الناس في سبيل هذه البيعة ينقسمون إلى قسمين إلى صادقين إلى منافقين كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. كذلك من نقص الثقة نقص الثقة بالمستقبل، فكثير من الناس يرى انتباشة الباطل وانتباخته فيقول متى ندرك نحو أمريكا فقد وصلت إلى المريخ وتجاوزت القمر، ومتى يكون للإسلام دولة ومتى يكون للإسلام قوة. والجواب على هذا أن ذلك بيد الله متى شاء فعله، ويكون بين الكاف والنون لا يؤدي إلى أي نصب ولا تعب، فأفعاله ليست في المعالجة، إنما أمرنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنت لست مكلفا بتحقيق كل ذلك، بل أنت مكلف ببذل الجهد فقط لا بالنتائج، فالجهود من الشرع لا من القدر وهي الأسباب، والنتائج من القدر، ونحن مكلفون بالشرع لا بالقدر. وعلى هذا فالقدر نؤمن به ونعلم أنه الحق ولكن لا نعمل به، فالعمل إنما يكون بالشرع بشرع الله، وشرع الله فيه الأسباب وأما النتائج فهي من القدر. فالزارع يضع بذوره في الأرض وهذا جهده وتنتهي طاقته عند هذا الحق، فإذا شاء الله أخرج له نباته فأنتم تزرعونه ونحن الزارعون. وكذلك الداعي والساعي على كلمة الله في أي جهد هو البادر الذي يضع البذرة في الأرض،
ويعلم أن الأمر لله أولا وآخرا، فلذلك يتوكل عليه ويفعل ما يستطيعه من الأسباب، ويعلم أن النتائج إلى الله، كما قال الرجلان الجذان رضي الله قولهما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يبيض وجهي ووجوهكم ويجعل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يحل علينا في مجلسنا هذا رضوانه الأكبر الذي لا سحق بعده، وأن يستحلنا في طاعته ونصرة دينه وأداء كلمته، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا ضالا إلا هداه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لله رضا ولنا فيها حاجة إلا قضاها، ما أعاننا على قضائها ويسرها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح ذرياتكم ونياتكم ويقضي حوائجكم ويرحم أسلامكم وأن يضل أعماركم أجمعين بطاعته وأن يحقق لكم كل رجاء وأن يصرف عنكم كل بلاء وأن يقضي لكم كل حرجاء وأن ينصركم كما نصر أولياءه وأن يستعملكم في نصرة دينه وأداء كلمته. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم وأن يصلح ذات بينكم وأن يغني فقراءكم وأن ييسر أموركم ويشرح صدوركم وينجح قدامكم ويوفق دعاتكم وأن يصلح لكم الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت. اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.